الارتفاعات اليوم يعاود دبي، سوق دبي وأبو ظبي طبعا الارتفاعات، رغم هذه الارتفاعات نشهد أيضا تدني وانخفاض في السيولة. كنا قد شهدنا في الفترة الماضية أن التداولات تصل إلى أكثر من 100 مليون. الآن يعني برأيك هل ترقب النتائج هو الذي يلعب دور في تراجع السيولة؟ نعم هذا صحيح. يعني بنلاحظ انه احنا هلا على مشارف يعني اعلان الشركات لنتائج الربع الثالث، بما انه ناخذ بعين الاعتبار انه السوق يعني صعد مستويات، سوق دبي صعد مستويات ال 1430 نقطة تقريبا الى مستويات ال 1650، اللي يعني ال 1650 تعتبر نوعا ما حاجز للسوق. بنلاحظ انه يعني عملية الارتفاعات كلها تمت بقيادة سهم اعمار اللي صعد من مستويات الدرهمين 80 الى مستويات 3.76، طبعا كان اعلى سعر وصله خلال الاسبوع الماضي. فبنلاحظ انه يعني لم تتم اي عمليات جني ارباح واضحه على السوق منذ عمليه الارتفاعات يعني احنا شهدناها خلال يعني الاسبوع الماضي. فبالتالي لحد الان السوق يعني خلينا نقول هو ماشي بشكل متوازي، بتراوح بين مستويات 1625 وال 1650 نقطه في يعني ترقب لنتائج الشركات. لكن اعتقد انه يعني عمليه السيوله اعتقد انه بدات في بالانحسار تدريجيا، لكن السوق ممكن يعني يعطي وجهة صحيحة بعد قيام الشركات بالإعلان عن نتائجها. لكن أعتقد أنه إحنا برأينا الشخصي بعض الأسهم اللي تمت عليها عمليات الارتفاعات الكبيرة خلال الفترة الماضية مثل سهم إعمار يعني اللي صعد بقرابة الدرهم، أعتقد أنه يعني نتائجها حتى لو أجت إيجابية نوعا ما مثل ما المتداولين والمستثمرين بتوقع ممكن تتم عليها عمليات جني أرباح يعني. لكن بشكل عام يعني السوق بنلاحظ أنه ماشي بشكل متوازي. نعم. في وضع ترقب يعني في الوقت الحالي. نعم، شكرا جزيلا لك.